الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر النظيم آكسان تكور حكم إبادة الله والرسول فاسمع العائشة رسيد لدي دزخمنا دفار العائشة كسانو چاہیے خیستہ کار کرے ددینا تقوائے کرے دساب دلویم وَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْمْ فَزَعَدَهُمْ إِمَانًا دَاخَلَ دِيشُوا اِدِّيْتَا النَّاسُ جَاسُسَانُ يَقِنًا مُشْرِكَانُ وَرَاجَمَ كُلِي سَاسُ مُقَابْلِ لَلَّخْتَرِ لِ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 
القرآن وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل دي پورا دے منگر اللہ تعالیٰ اوڑے خکار چلے ان کے زمگا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم واپس رالل سر نعمت اللہ ناوپ فضل نور سے دل دیتا اس تکلیف و تابداری مکر دیتا اللہ در عظام واللہ خاون فضل دلویم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين يقينا دعا جاسوسي كون گو شیطان يري خپل دوستان لرام ما يري گه تاسو د دینا او ير مان کوي ک تاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب نذيم نذي غم جنكي تالا كسان چزغلی بكارون دا كفر كي يقينا دي زرر شلعي نشور كل الله لأي زرر واري الله تعالى شور نكي دي لرا سبرخ بآخرت كي او دي لعذاب لئي ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم يقينا كسان چاغسر كفر ببدل ايمان اچرے زرن شیور کو لے لاتا ہے سو دل دے عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين او گمان دے نکی کافران چہ محلت ورکو الزما دی لرا دا غردی دا پار دا زانو نظرین یقینا من دیلا محلت ورکو دی دا پارا چہ زیاد سی گناہو نظرین او دیلا زابط اس پتہ ان کے ما کان اللہ علی اذر المؤمنین لا ما انتم علیہ حتی امیز الخبیث من الطیبین وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم نبي الله تعالى شكري دي مؤمنان فاغد والحالت بانيش تاسو باغي فرديش جدا کی پلید درد پاکنا انہوں نے اللہ تعالیٰ اچھ خبر در کی تاست بخاص غیف بل لیکن اللہ تعالیٰ غرقی اخبر رسولاننا اشارہ جو غاڑی ایمان لرے پا اللہ او داغ پر رسولانو او کہ ایمانم لرو زانم بشکو دائی دا مخالفتنا تاست بھر آجر دلوے ولا احسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضله وخیر اللہم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير گمان دے نکیا کسان چی شنتیا کئی فاغسیر چی اللہ دی لورکڑی دا فضل اخبرنا چی دا شنتیا دی دا پارا خیر دے بلکہ دا خودی دا پارا شر دے زرده دی غارو تا بواچو لیشی حواچی دی پای بانی شنتیا کی دا قیامت برد
خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت دے دا سوان نظم کے اللہ استاس و عملون باندے خبردار دے.